ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، يعني بأن أوضح لكم الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين، يعني جرائم يندى لها جبين الإنسانية. كمثال حي على ذلك، هذه الصورة التي أمامكم هي لأشخاص جزائريين مربوطين، حيث ربطت فرنسا 150 سجين جزائري في أوتاد خشبية في صحراء أركان بالجزائر كفئران تجارب لأول قنبلة نووية صنعتها فرنسا في التاريخ. ألقتها عليهم لتشاهد تأثير الإشعاعات النووية على أجسادهم الحية. هنا لكل عاقل وكل إنسان شريف يتصور مدى الوحشية التي اتسمت بها فرنسا، وما زالت لحد اليوم تحاول بكل الطرق والوسائل للقضاء على الجزائر، على هويتها الإسلامية. ونتمنى من كل جزائري إن شاء الله يضع يده في يد أخيه الجزائري لمحاربة العدو الأزلي للجزائر وهو فرنسا الاستعمارية. أحبابي الكرام، لا تنسوا الاشتراك لنا لكي نقدم لكم الأفضل والدعم. تقبلوا مروري. شكرا جزيلا.